من الأخ اللي ما عم بيصوم وعم يتجبر، حضر حالك لوقفة بين يدي الله. اللي بيترك يوم رمضان بغير صيام من غير بأس لا يعوضه ولو صام الدهر كله. بتقدر توقف حد الله بكرة يوم القيامة يقول لك ليه ما صمت؟ تقول له أنا حر، فرجيني حريتك لما يجي ملك الموت. قل له لا ما بدي موت أنا حر. فرجيني حريتك لما يبلش الهرم بجسمك وجسمك يضعف. اللي عم تشتغل بالبادي بيلدينج وعم نازل إبر وبروتينات، لما يبلش جسمك يضعف قل له لجسمك أنا حر ما بدي أضعف. فرجيني لما تبلش الأمراض تتغلغل بجسمك قل له للحكيم أنا حر. أعبد إنسان هو الذي يقول عن نفسي أنه حر، أذل إنسان هو الذي يقول عن نفسي أنه حر. فرصة في رمضان، فعد إلى الله سبحانه وتعالى برضاك أحسن ما يرجعك غصما عنك محطم.